السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سؤال آخر يقول السائل: استعمال الدواء ديال الغرغرة، إنسان يستعمل الغرغرة أنه دارينو فمو سنانو أو اللثة ديالو، وخصو واحد الدواء غير يغرر به ماشي غير يسرطو غيشربو، واش هو يفطر أم لا؟ العلماء قالوا ما دام أنه غيستعمل هذا الدواء للغرغرة دون أن يبتلعه فهو لا يفطر أصلا ما دام لا يبتلعه، ولكن يقولوا الأفضل أن الإنسان ما يستعملوش في نهار رمضان، يأخروا حتى الوقت الإفطار وراء المغرب وراء العشاء عاد يستعملوا، لكن إذا دعت الحاجة والضرورة وكان لا بد أنه يستعمل الدواء للغرغرة فإنه جائز، شريطة أنه لا يدخل شيء إلى جوفه، ما يخليش حاجة تسرب إلى الجوف، ويكون صيامه صحيح. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.